شكرا للزميل عبد الله السالم، واهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. انخفض الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 0.7 في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر 2016، وشمل المؤشر 10 أقسام رئيسية. ويرجع التقرير انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر إلى الانخفاض الذي شهدته 7 من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر. في المقابل ارتفع أسعار قسمين رئيسيين، وهما قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة وذلك بنسبة 0.2%، كذلك ارتفع قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.1%، وثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغيير. للحديث أكثر عن الموضوع معنا الخبير الاقتصادي الأستاذ سليمان العساف. مرحبا بك أستاذ سليمان. أهلا وسهلا بكم أستاذ المشاهدين. أهلا بك أستاذ سليمان. بداية، يعني بحسب تحليلك، ما هو سبب هذا الانخفاض وتحديدا في أسعار الجملة؟ طبعا هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار السلع والاستهلاكية داخل السعودية أو حتى على النطاق العالمي. نتكلم عن السعودية مثلا، هناك عدة عوامل. أولا الانخفاض الحاصل في مداخيل الأسر السعودية، حالة عدم اليقين من المستقبل التي أدت بدورها إلى ظهور ثقافة الاستهلاك داخل المجتمع السعودي. كل هذه العوامل أدت إلى حدوث أشبه بانكماش في مصاريف الأسر السعودية. أصبح السعوديون عندما يقومون بالشراء فإنه يحسب ما يشتري ويحسب كم سيبقى وكم مداخله، لأنه عندما الإنسان ينخفض دخله عن الدخل الذي هو معتاد عليه يبدأ في القلق لظهور حالة عدم اليقين المستقبلي، مما يؤدي إلى انخفاض في قدرة الشرائية وقيامه بشراء المنتجات الاستهلاكية. هذا يؤثر على الحركة التجارية بشكل عام، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وخصوصا في السلع السريعة العطب التي لا تنتظر، فيضطر التجار إلى تخفيض أسعارها حتى يستطيعوا أن يجذبوا أو يغروا المستهلكين بالشراء. نعم أستاذ سليمان، يعني هل ترى هذه النسبة فاعلة وسوف يلمس أثرها على أسعار التجزئة وتؤثر مع المواطن؟ هل ستشكل فرق مع المواطن؟ نعم، لأنه هذه النسبة يا سيدتي لجميع المواد الاستهلاكية العشر قطاعات. هذه متوسط، ولكن الانخفاضات تختلف. هناك ما انخفض ب10%، وهناك ب20%، وهناك ب5%، وهناك ما بعض السلع التي ارتفعت بسبب ارتفاعاتها من المصدر، المواد الخام أو في البورصات العالمية. كل هذه الأمور تؤثر، ولا زال حسب اعتقادي الشخصي أن هناك مجالا للانخفاض أكثر في الأيام القادمة. نعم، يعني لديك تفاؤل نحو استمرار مؤشر الانخفاض بأسعار السلع؟ هو يا سيدتي لا نستطيع أن نقول أنه تفاؤل، لأنه إذا استمر سندخل في حالة انكماش وركود، وهذا سيضر الحركة الاقتصادية. ولكن انخفاض الأسعار شيء إيجابي بالنسبة للمستهلك. نحن نريد أن تكون الأسعار في النطاق الذي لا يخسر البائع ولا يتضرر المستهلك، أن تكون في المستويات العالمية. قبل فترة أو خلال مثلا 2014 وما قبلها كنا نرى أن أسعار المنتجات لدينا في السعودية أكثر من الأسواق المجاورة أو حتى البعيدة بنسب تقارب من 20% إلى 60%. هذا زاد الأسعار على المواطن. الآن أصبح التجار يضطرون أنهم يعملون عمليات تخفيض، حتى هناك بعض السلع تباع بقيمة التكلفة عليهم حتى لا تخزن وينتهي تاريخ استهلاكها، أو حتى لا يخسرون مستهلكين محسوبين عليهم. صحيح. طيب أستاذ سليمان، كيف ترى دور وزارة التجارة برصد الأسعار ومراقبتها في الأسواق المحلية؟ طبعا نحن سوق حر، نحن لسنا سوقا اشتراكي حتى تضبط الأسعار وتسجل قيم. الدور وزارة التجارة هي مراقبة عمليات الغش أو عمليات الخداع، أو مثلا عمليات أن يكون هناك احتكار أو اتفاق بين التجار. ولكن السوق عرض وطلب، قد يعرض منتج، قد تعرض مثلا شركة أو محل أو شيء سلعة ب20 ويعرضها الآخر ب18. السوق مفتوح للجميع يشتري ما يريد، ولكن كل التجار لا يوجد تاجر لا يعلم أنه إذا ما خفض سلعته وهناك بديل سيخسر هو المستهلك ويتجه للآخر. ودور وزارة التجارة دور رقابي أكثر من أنه تكون
تكون متحكمة بالأسعار. صحيح. أستاذ سليمان شكرا لك على مداخلتك. شكرا لكم. أهلا بك. ارتفعت أسعار النفط الأربعاء في ظل توقعات بانخفاض مخزون الخام الأمريكي بالرغم من ضعف نشاط التداول قبل عطلة عيد الميلاد، وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 55.57 دولار للبرميل مرتفعا ب 22 سنتا. وقد قال محللون إن مستويات الدعم والمقاومة الفنية ستقود حركة الأسعار في غياب العوامل الأساسية القوية. أيضا في نفس السياق فقد سجل الذهب ارتفاعا عوض فيه خسارته مدعوما بهبوط الدولار. مشاهدينا كانت هذه نشرتنا الاقتصادية لليوم، وعودة للزميل فارس القاضي لاستكمال الأخبار.